اصطفى فرسان السباقات من أجهزة الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد للمرة الأولى في مهرجان رئيسي لسباق الهجن في شمال شرق مصر. وقال المنظمون إنهم أرسلوا نحو 20 إنساناً آلياً، وهي أجهزة لها ذراع يستخدم للضرب ويمكن تشغيلها عن بعد. وزير الشباب والرياضة ممكن ميل كده يعني يروح يطلع من السبق، فإحنا أحسن ليه عشان نعدله. أما الرمود للجمل اللي ما يروحش مكان، الرمود كويس ليه يعني خفيف عليه. بعد في أسعار اختلفت عن الأول، يعني بيوصل لحد 400 أو 500 ألف للجمل اللي مسبوط وجمل جيد زي ما بيقولوا وبيجيب أوائل. سلالات عندنا احنا أبا عن جد، سلالات عندنا قديمة، قلب هذا عندنا في مصر زمان، وسلالات أبا عن جد عندنا جمال أصايل كل ويتي. بالنسبة للجمل لما بيكسب بتبيع بيع حلو، بتبيع 150 ألف 200 ألف، واللي ما بكسبش بتبيع بعشرة آلاف. ده اللي في يعني الحاجة، لما بتجيب أول بتاخذ جائزة حلوة، وبتاخذ لك أقل حاجة لما عايز تبيع ولا حاجة بتبيع أقل حاجة ب 200 ألف 300 ألف، وصلوا 300 ألف.